يعني بيقولوا بعد الشقة بقى حقيقة قد ما منحبها لطاروب صرنا مجندين كل الأكيب هون لنقدر نتواصل نحن وياها. بدي أشكر أصدقائنا من الجالية المصرية اللي اتصلوا, ولكن فعلا المنقذ كان جاري عفسي. وصوله لجاري عفسي أنقذ الموقف. ثواني ومنكون مع المطرب المعتزلي طاروب. ضيفتنا اليوم يلي أنا أكيد الكل اشتاق يسمع صوته وأخباره, ضيفتي من الزمن الجميل, مطربة تميزت بهويتها الفنية بأدائها بخفة ظلها بأغانيها اللي ما بتموت واللي بعض الفنانات اليوم عم بيتهافتوا ليغنوها. نعرفت بالمطربة اللبنانية رغم إنها من مواليد دمشق وعاشت طفولتها بعمان, حصلت على الجنسية الأردنية والسورية ما بعد ما ترك بيها تركيا وعاش بالأردن. ضيفتنا مش بس مطربة إنما ممثلة رائعة, شاركت بأكثر من 40 فيلم بين المصري واللبناني والتركي مع ألمع وكبار النجوم. ضيفتنا كمان أول امرأة رائدة في الحين, وأول مرة أدخلت الموسيقى التركية للغنية العربية, ولكن اعتزلت الفن ببداية التسعينات وبرصيدة ميات الأغاني وعشرات الأفلام يلي بتضلها بالذكرى. طاروب المطربة يلي كلنا منحبها المعتزلة, أهلا وسهلا فيك من القاهرة. أهلا فيك حبيبتي وبكل اللي عم بيسمعونا. يعني اليوم عشوائي كنا رح نحل قضية الشرق الأوسط قبل ما نحل قضية التليفونات نحن وياك. عن جد أكتر مرة بتعذب فعلا لأقدر أطلع من كندا على بلد تاني, بس الحمد لله مثل ما بقوله بعد الشقة بقى, وانت بتستاهلي كل هالعذاب طاروب. الحمد لله الحمد لله, الله يعطيك العافية انت وكل الأكيب اللي معك. تسلمي. أول شغلي بدي لك عن جد اشتقنا لك كتير كتير, خبرينا شو أخبارك, انت على طول بالقاهرة عم تتنقلي بين لبنان والقاهرة, وين طاروب اليوم؟ أنا حبيبتي بالقاهرة, أنا كنت مبارح ببيروت, مبارح نعم. جيت للقاهرة كنت نعم. كان إلي قريب الشهر ببيروت نعم. وهلأ جيت أنا مقيمة بالقاهرة يا عيني نعم. بس بدي استسمحك ثواني بس. تفضلي. الباب عم بدق فيني, بس افتح الباب وارجع لك على طول. أوكي نحن ناطرينك. الخط مفتوح والطريحة تسيبها مفتوحة. يلا مننطرك. أكيد إذا نحن على اتصال مباشر مع الفنان المعتزلي طاروب يلي كلنا بنعرف أغانية وحوي أنا مسافرة ودعوني يحلى أعمل لي غرة, يعني الليحة طويلة, يعني أنا استغربت فعلا قدي رصيدة هالقد غني عندها, يا صبابين الشاي, يا ستي يا ختيارة, يا اختي خطبوني, كتير عندها محتارة يلي كلامك حلو يا بويا. والبدي يقول كمان نحن بانتظار تفتح الباب طاروب, انه طاروب مثلت مع عمالقة الفن مثل عبد الحليم, مثل فريد الأطرش, سعاد حسني, دخلت طعمة اللغة العربية بالكلام التركي, هي لانه مثل ما قلنا من بي تركي. اذا نحن هلأ على اتصال مباشر مع طاروب الى القاهرة, ويبدو طاروب نحن عم نحكي مع حدا دق علي الباب, فنحن ناطرين ترجع تتواصل معنا. إذن طاروب من الفنانات يلي تركت بصمة كتير مهمة بالتاريخ الفني, ولكن مثل ما قلنا اعتزلت بداية التسعينات. مرحبا عن جديد طاروب. ايه مرحبا, انا اسفه لانه كان هذا دواء لازم استلمه انا مشان هيك. اوكي سلامه قلبيك وكل الصحه. الله يسلمك. قلتي لي انت بالقاهره على طول هلا؟ هلا انا لاني انا مقيمه بالقاهره. انت مقيمه بالقاهره. طاروب يلي بيقرا تاريخ الفني تاريخ روعه, حكايه فنيه كبيره حضرتك, ان كان بالتلحين, ان كان بالغنى, ان كان بالتمثيل, عاصرت كبار النجوم والمعون وكنت بالمصاف الاول كمان, خبرينا اكثر هالمرحله الفنيه الغنيه كتير. شو عملت من طاروب وليش بعدين استسلمت هيك وتركت كل شيء وراها واعتزلت؟ طبيعي هالشي, هيدا اللي عملته أنا بهالسنين, هيدي تاريخ حياتي الفني. أكيد هي مثل ما بيقولوا هي اللي عملتني طاروب. نعم. واللي عملني طاروب هو كمان الجمهور نفسه, يعني الجمهور اللي شجعني وحبني هو اللي خلاني يصير طاروب. نعم أكيد. الشيء اللي أنا تركته اعتزلت هالشيء هيدا, الاعتزال ما إجا مثل ما بقوله وليد وقته. هذا الاعتزال كان موجود بمخي بكياني جواتي, كان موجود بس ما كان فيه لسه مثل ما بقوله النصيب
والاسم اني انا اترك. نعم نعم. فاجا الوقت اللي انا تركت فيه هو كان هذا الوقت اللي كنت لازم انا اترك فيه. نعم. فانا تركت الفن والشهرة وكل هالشيء هيدا الجاذب. نعم. المغري. صح, صح. من حبي لله اكيد, من حبي فيه, من عشقي فيه, مشان هيك أنا تركت. نعم أكيد, يعني اعتزلتي وتحجبتي ورمضان كريم وإن شاء الله يكون مقبول منك يا رب طاروب. بس الله يخليك ويعيده عليكم وعلينا وعلى العالم كله بألف خير وسلامة يا رب. أمين يا رب. طاروب, بس كنت عم بقرأ عنك عن جد, يعني أنا كنت بعرفك بس ما بعرف القد تاريخك. غني غني بالألحان وبالأغاني, وكنت شخصية فنية فريدة من نوعها. يعني أنت أول امرأة رائدة بالتلحين, انت اللي دخلت طعمت اللغة العربية بكلام تركي, مزبوط؟ نعم صح. خبريني شوي عن هالمرحلة, قدي كانت غنية وقدي طاروب عطت للفن, والفن شو عطى لطاروب؟ بالفعل انا كنت بحب التجديد دايما. نعم. يعني التجديد والتنويع التلوين. نعم. ما بحب ضلني على وتيرة واحدة. صحيح. إن كان بالألحان, إن كان بالأغاني, إن كان بالكلمات, حتى إن كان بالمكياج, حتى إن كان باللبس. يعني نعم. كنت بحب دايما التجديد. نعم. فأكيد لما دخلت الميوزك التركية, الموسيقى التركية شوي. نعم. مزجتها مع العربي, حتى الكلام كان كلمة من تركي إلى جانب العربي, وبالفعل أخذوا نجاح لأنه كان شيء غريب. نعم. وافتكر انا من يوم لليوم, من يوم ما تركت لليوم ما في حدا عمل هالشيء. ابدا ابدا ابدا. هذا الشيء الفريد فيك يا طاروب. نعم. فبعدين كمان طبعا انا لي افلام غير الافلام المصري, افلام مصري لبناني, افلام مصري تركي, افلام. نعم. لبناني تركي, افلام تركي. واو. فكله. نعم. هيدا طبعا كان برصيدي الفني. يعني طبعا طبعا كسينما, مسرح, كأغاني, كاسطوانات. طبعا أيامية نحن ما كان عنا كستات. نعم. DVD أشياء تاني. CD. نعم. وغنيت طبعا كتير, يعني غنيت بقدر بقول لك أمريكا, كندا, أستراليا, فنزويلا, أفريقيا, تقريبا 5-6 دول من أفريقيا. نعم نعم. غير الأفريقيا, شمال أفريقيا, يعني عفتكي شمال أفريقيا وأفريقيا. نعم. ما نقول عليه القارة السوداء. نعم. برمت العالم أكيد. نعم. برمت العالم عم بقول. ايه تقريبا برمت العالم. وغنيت على اكبر مسارح تركية. نعم. مع اكبر فنان هنيك وفنانة, يعني اكبر فنان كان زكي موران. وكان يقدموني عرب لبنان لطروب, يعني المطربة العربية اللبنانية. نعم شو حلو. ايه فعملت اسطوانات بالتركي وبالتركي العربي. نعم. يعني هذا كان من ضمن رصيدي. أكيد أكيد, يعني رصيدك اسم الله عليه غني وكبير كتير. حتى بالأفلام السينمائية يعني كنت نجمة إلى جانب عمالقة, يعني عصرتي عبد الحليم, عمر الشريف, فريد الأطرش, سعاد حسني, دوريد لحام. قد هالمرحلة الذهبية كانت حلوة طاروب. صح صح, كانت مرحلة غنية مثل ما بيقولوا كلهم عمالقة يعني. نعم بالفعل هو كان أحلى زمن. نعم. حتى كمان مثل ما منسميه. ايه. الزمن الجميل يعني. ما هيدا هو, نحن قلنا من الزمن الجميل عم بتطلع علينا اليوم. حقيقة يعني, وبعدك جميلة, كنت عم شوف صورك اسم الله عليك مثل ما تعودنا عليك, حلوة وعندك طلي, بعدك لليوم محافظة على هالطلي وعلى هاللباقة مثل ما بقولوا كمان واللياقة. الحمد لله الحمد لله. كمان هلا آخر شيء لما كنت ببيروت طبعا دكتور هراتش مثل ما بيقولوا الدكتور العالمي للتجميل. نعم. كمان هو هيك حط لمساته هيك على وشي, يعمل لي شوية بوتوكس, شوية فيلر, شوية اشياء هيك كمان. نعم. ضبطها أكثر. حبيت صراحتك. بتعرفي ستنا, أول شيء مشكور دكتور هراتش لأنه أنا كمان من خلاله قدرت اتواصلت معك. قليل الفنانات يلي بيعترفوا أنا حبيت هالشي فيك, كلهم بيقولوا لك مننام بكير ومنقوم بكير وما بنعمل شي. يعني مهم الإنسان يحافظ على شكله, وحضرتك قلت أنك عم تحافظي على هالطلة الحلوة.
أكيد أنا بنام بكير بقوم بكير، مش معناه أنه وشي حيضل مثل ما ما هيدي هي 30-40 سنة يعني. نعم نعم ممكن هذا شيء يهمني بصحتي وسلامة صحتي أكيد، إنما الوش مش ممكن مهما عمل الواحد. في وقت في سن بده يجي بده يبين الإرهاق والتعب والريد وكله بده يبين. نعم نعم. فأنا بحب الإنسانة الست إن كانت فنانة أو غير فنانة اللي بتهتم بحالها واللي طبعا. تهتم بوشها واللي تهتم بشكلها نعم. بكل شيء يعني ليش نعم. لا نعم أكيد كله ضمن المقبول ليش لا. تروب كمان كنا عم نحكي عن الزمن الفني الحلو انك غنيتي وشاركتي العمالقة، وكمان ما فينا ننسى حقيقة جمال التروب، هيك كانوا يسموكون جمال التروب مع الفنان اي مع زوجك السابق طبعا الفنان محمد جمال. ايوه عشتوا مرحلة مثل ما بيقولوا ذهبية رائعة جدا بالفعل. خبرينا شوي هيك ذكرياتك، حابين نحن اليوم نتعرف أكثر على طروب إذا ما عندك مانع. ليش لا؟ طبعاً ما عندي مانع. خبرينا كيف كان هالديو ناجح؟ كيف غنيتي أول غنية كان قول كمان مزبوط قال لكم؟ لا مش أول أغنية، هيدي ثالث أغنية. أغنية أول ديو كان عاش من شافك. نعم. وتاني ديو كان اسمه مش معقول. ثالث ديو إجا قول كمان سمعني صوتك يا وحشني من زمان. نعم نعم. فالديو هيدا قعدنا نحن بمصر، دخلنا على مصر بعد سنة تقريبا من نشاطنا هناك، ابتدى بقى ثنائياتنا تنجح ويحكوا فيها ويطلبوها وصار لنا جمهور بقى، جمهور اللي بيحب جمال وتروب. نعم. فسبع سنين الحمد لله كان في رصيد كبير على الصعيد الوطن العربي كله. جمال وتروب. يعني الحمد لله كان في حفلات إلى جانب نحن كنا جنب العمالقة أياميها يعني. صحيح. فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، وردة، صباح الله يرحمها، كلهم اللي راحوا الله يرحمهم يعني كلهم كانوا عمالقة حوالينا. ونحن كنا أيام جمال وطرب الفاكهة الموجودة بالحفلات أو أضواء المدينة المشهورة اللي دايما كل سنة بيعملوها إذاعة صوت العرب. أها أها. يعني كنتوا ديو مميز، أولا اتنينتكم عندكم الشكل الحلو الكاريزما، واتنينتكم تملكوا الصوت الحلو، واتنينتكم كانوا الناس يحبوكم كتير. صح. يعني بعد ما تركنا كمان نحن اعتزلنا وتركنا أو طلقنا وتركنا الديو. نعم. ما شفت انعاد هالصورة هيدي انعادت أو حدا عمل مثلها. مزبوط. نعم. يعملوا ديو ويمكن غنية أو غنيتين وبقى ويوقفوا، يعني ما بقى يكفوا لأنه ما يكون كتير ناجح هالديو. أكيد. اليوم هو الديو مش سهل إنه ينجحوا. مزبوط. يعني مش صورة سهلة. نعم. والعملية اثنين يكون شكلهم وصوتهم وأدائهم نعم. كله نعم. متناسق ومتناسب مع بعض والجمهور يتقبله. صح. هذا مش شيء سهل. هيدا اللي عم نحكي عنه، شكلتوا حالة استثنائية نجحت إلى أنه أنتوا قررتوا بعدين توقفوا مثل ما بقولوا هالحالة هيدي. اليوم طروب عم نسمع أغانيك، عم نسمع أغانيك بصوت فنانات، يعني أكيد يمكن أخذوا الإذن يرجعوا هني يغنوها أو يوزعوها، مثل ألين خلف غنيت لك، مين كمان غني لك؟ والله شوفي ألين خلف غنت لي أغنيتين، يا حلق صلي غرة ويا صبابين الشاي. مزبوط. وبفتكر هدول اللي أخذتهم. بعدين مرة بحفلة كبيرة لقيت هيفاء وهبي عم تغني، بس نعم. انبسطت أنا لابسة فستان اسبانيولي وعم تغني يا ستي يا ختيارة. أي من أحلى الأغاني يعني. كانت حلوة كمان. نعم. طب نحن رح نتوقف لنسمع شغلة صغيرة حلوة منتابع حديثنا. لا بالفعل ما أنا معك مية مية. ما بنغنيش قلبك عن جد، يعني أنا هلأ بسمعت هدي حسيت بهالحلاوة هيدي، أنت بس تسمع هيك ما بدغدغ قلبك، ما بتحني. ما بعرف شو بتحسي. لا مش بحن يعني لشي، بس للأغاني قصدي، بيقلني لوقتها هيك بقول قديش كان حلو وقتها. اوكي. نعم. اللي عرفته انه كنت تتمني لحلك محمد عبد الوهاب وتم الاتفاق بيناتكم بس ما عاد صار، ولكن قدمت اغاني من الحان محمد الموجي كمان. ايه صح بالفعل كان عندي امنية يعني عبد الوهاب يلحن لي، لانه نعم. كان كل ما نقعد نحن بقعده فنيه ايه
أيام عنده بالبيت أيام بمناسبات يقعد هيك يقول لي عايز أسمع الحتة التركي دي لي أمان أمان كان معجب فيها كتير. أوكي فبعد منا بقى قلت له مرتب ما تعمل لي أغنية من الآخر طب عمل لي قال لي أنا بحاول وبفكر أن أنا أعمل نعم. للأسف فضلت هيك يعني ما تحققت هالأمنية دي. طبعا محمد موجي لحن لي منير مراد لحن لي نعم محمد جمال كمان حتى سيد مكاوي الله يرحمه لحن لي محمد سلطان لحن لي في كتير لحنوا لي خالد الأمير يعني هلأ مش عم بقدر بتذكر الأسماء في كتير كتير لحنوا لي يعني تروب اللي عم بقدر تصوروا هيك عشتي بزمن والتقيت بناس كانوا كتار يتمنوا يمكن يلتقوا معهم انت قعدت معهم وغنيتي لهم ومثلت معهم ومثلوا معك ونجحتوا يعني عصر ذهبي بامتياز صح. طيب في في غنية يا تيتا يا ختيارة يا ستي يا ختيارة بعد في اهدى من هيك غنية ما في اهدى من هيك بس اللي عرفته انه اختي كانت تغنيها ومن الحان محمد جمال وغنتها سنة ولكن من شهرت الا بس انت غنيتيها؟ ايه شوفي يمكن نصيب انه سبحان الله حظي انه اخذ الاغنية هيدي تنجح معي أي. يعني في كتير ايام فنانين بتلاقي في حصلت هيدي بالماضي نعم بهداك الزمن يمكن في اغنية من الاغاني الست ما بعرف ما حاذكر الاسماء غنتها مطربي ما عملت هالضجة مثل ما اخذتها واحدة تانية غنتها عملت مع ضجة اكثر نعم. فهذا كمان نوع من النصيب نوع من الاسم ما بعرف يعني حظ ما عارف نعم اليوم بعيتوا لك امل او تروب لحواليك لا والله اللي حوالي بيدلعوني بيقولوا لي توتا يعني توتا حلو بس اسمك الاصلي امل ايه اسمي الاصلي امل ومين قال لك مين عطاك تروب اسم تروب تروب عطوني اياه بالاذاعه دمشق نعم إذاعة دمشق لما قدمت أنا صوت جديد عملوا لي بعد الامتحان وبعد هيك قالوا لازم نحن نحط لها يعني نعطيها اسم فني لقوا أنه أمل ما فيها الاسم اللمس الفني فحطوا لي تروب ومن وقت حلو يعني لغاية لحديث اليوم هي تروب واحدة كاسم ما في اسم تاني تروب جا نعم. بالفن يعني نعم مزبوط اليوم تروب مثل ما قلنا شكلتي حالي التلحين والغناء والهضمني وعندك خفة ظل إن كان بشخصيتك بالكاركتير على المسرح أو حتى بالأغاني مثل ما نحن بنسمعها اليوم مين بيلفتك بالصحة الفنية أو بعيد يعني ما بتسمعي لحدا أو ما بتتابع حدا أو كيف بالفعل يعني أنا لما أيام طبعا قاعدة في تلفزيون قدامي بفتح بشوف بشوف الاشياء اللي بتنعمل بس يعني في شيء بيبسطني في شيء ما بيبسطني عشان. شو اللي بيبسطك نبلش بالمنيح طبيعي انا لما ببقى انا مش مستمعه مثل الجمهور انا كفنانه ببقى مستمعه محترفه ما في انتقاد أي طبعاً. يعني بنتقد بقول كان لازم هيك نعم. لاخري فمشان هيك فلما بدي أقول عن شيء حلو لازم أكون أنا حاسة فيه كصوت كأداء حاسة فيه من جواتي يعني عرفت كيف في أصوات حلوة على الساحة مش ما في لا في في أصوات حلوة بقدر أقول صابر الرباعي من الأصوات الحلوة عندك كاظم طبعا كاظم اكيد كاظم الشاعر ايوه نعم واحد من واصوات نسائيه اصوات نسائيه نسائيه لا في لسه رجال يعني في كتير كمان ما حنهضم حقهم وائل جسار صوته حلو نعم في طبعا غير راغب علامي وغير عاصل الحلاني هدول كلهم هدول صف يعني نجوم بقى خلاص وعمالقه صحيح في من الخليج كمان أصوات حلوة من الخليج أنا بحب صوت كتير راشد الماجد عبدالله رويشد ماجد المهندس يعني في أصوات حلوة من هنا كمان الستات بحب طبعا أصالة
يعني صوت كبير وحلو ضخم. في عندك كمان صوت أمل ماهر وأنغام شيرين. طيب في في حدا بس تسمعية بتقولي فيها من طروب أو ما في بعد؟ لا ما في ما في. كل واحدة إلها خيشة حلو شيء خاص فيها هي. كل واحد إله عنده شيء. أيوة نعم نعم. طروب اليوم كيف عم تقضي أوقاتك؟ والله أيامي عادية يعني ما في شيء بيشغلني كتير غير إني أنا من الناس اللي بيحبوا يناموا بكير ويقوموا بكير لأن يقوم على صلاة الفجر حاضر. نعم الحمد لله بصلي دايما حاضر. وبعد منها إذا قدرت نام بنام، ما قدرت نام خلاص بقعد. تقريبا طبيعي يعني بدي أقرأ أشياء دينية. نعم. من قرآن من تسبيح. نعم. بعدين بقى بفطر، بعدين بحب روح النادي اتمشى أعمل رياضتي هنيك. نعم. وأقضي وقتي هنيك مع الأصحاب والصاحبات الصديقات يعني. وإذا ما كان عندي مثلا عزيمة ظهر أو بالليل بنام بكير. هذا حياة هادية يعني، حياة هادية رايقة مثل ما بقولوا فيها سلام. إيه أنا هيك حابة يعني. أنا شوفي هلأ لما صدقيني لما بروح مثلا سهرات مناسبات سهرة كبيرة صاحبة يعني مش عم كون مبسوطة، مش عم كون سعيدة من جواتي. نعم. فيظهر انه حياتي اللي اول كانت هيك صاخبة فن وحفلاتنا و كأني انا بما تركت اكتفيت يعني. صرت هلا عايشة حياة تانية ومبسوطة بهالحياة التانية يعني. عزيز. هالهدوء مثل ما قلتي، السلام البيس الراحة الأمان الداخلي. هذا عم بيسعدني كتير. عظيم. طروب بس هيك بحب أعرف إذا بدنا نعطي صفة للحياة الفنية اللي عشتيها بتقولي تساوي شو وحياتك اليوم بعد الاعتزال والحجاب والتقوى تساوي شو؟ يعني شو بتقولي عن هالحياتين المختلفين يلي عشتيهم وإن شاء الله بضلك عايشة للمئة سنة؟ يا كتير مهضومة. شوفي حياتي الأولانية يعني كانت، كان إلي محطات يا تعرفي. أول محطة جمال وطروب. نعم. 7 سنين كمان لا يقل عن الكفاح وعن السهر وعن المجهودات اللي نعملها وحتى نحافظ ونضلنا نحن باسم جمال وطروب. بعد ما اجى الطلاق والانفصال ابتديت انا مثل ما بيقولوا كافح وناضل وقف لحالي لحتى ثبت اسمي طروب، والحمد لله ثبتته. طبعا هيدا كمان شق تاني يعني، محطة تاني لحالي. في سهر، في سفر، في نعم. شغل، في شو بتعطيهم عنوان هو كلهم طروب؟ يعني إذا هالحقبة الفنية بدك تحطيها بملف وتسكريه وتحطي عنوان عليه، شو بتقولي حقبة؟ شو هيدي حقبة الشهرة، النجاح، شو بتعطيها عنوان؟ ايه هيدي حياة الشهرة. ما بتندم يعني عليها؟ ما بندم عليها نو. وحياة اليوم، حياة اليوم بتعتبريها حياة التقوى؟ حياتي اليوم حياة تقوى، حياة إيمانية، حياة أنا عاشقة فيها، عاشقة فيها ربي. حلو. مغرومة فيه، مغرومة بكتابه، مغرومة بأشياء اللي هو طالبها منا نحن. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. هيدي هي الشق الثاني تبعي. نعم عظيم جدا. يعني طروب نحن كنا كتير مشتاقين لك ورح نضل مشتاقين لك، مبسوطين لك لأنه أنت اخترت الحياة اللي بدك إياها واللي حضرتك مبسوطة فيها كمان، وانبسطنا أنه قدمت للفن شخصية مثلك هالقد حبوبة، هالقد شخصية فنية رائعة مبدعة يعني، إن كان بالتمثيل أو بالتلحين أو بالغناء. يعني بالنتيجة كل إنسان بيعمل بالنهاية شو اللي بيريحه، ونحن مبسوطين لأنك مرتاحة اليوم. شكرا، تسلمي لي يا رب. طروب انا كنت سعيد كتير بهالحديث.
أيوة. ولو من بعيد كتير، وأكيد رح ضلني أنا وياكي على تواصل على الواتساب، رح ضلني تابع أخبارك. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا سعيدة كتير إنك فتحتي لي هالفرصة هيدي أحكي، والجمهور مهما كان برضو جمهوري اللي هنيك كمان يعني نعم. اللي عم بيسمعني وسمعني وعرف أخباري يعني بشكرك على هالمناسبة الحلوة. أنا بشكرك لهالوقت الحلو كمان، ورح نتركك هلأ تنامي بكير، بعتقد صار وقت يمكن تنامي ما بعرف. بعد شي ساعة تقريبا. بعد شي ساعة. منقلك لكن تصبح على ألف خير وتضلك بصحتك، ونسمع عنك دايما الأخبار الحلوة. متشكر كتير بولا، وإن شاء الله دايما نحن على وصال. أكيد من كل بد. أهلا وسهلا بالفنان المعتز اللي طرب.